مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، هنا نتابع مع حضراتكم انطلاقه شوط الختام من مجموع اشواطنا الصباحيه. شكرا لكافه الاخوان الذين تواصلوا بالوصف والتعليق مع هذه الاشواط الصباحيه، مع سن اللقايه من هنا من ميدان الشحانيه لسباقات الهجن، ميدان التحدي ضمن منافسات سباقنا المحلي السابع. يسير على بركة الله شوط الختام وهو في المجموع شوطنا الخامس والعشرون، نتابع من خلال هذه الانطلاقة مع هذه الأسماء المشاركة في هذا الشوط، شوط أيضا للإنتاج والمنتجين. ما شاء الله على الأعداد المشاركة التي نتابعها من خلال هذه اللقطات الجميلة من قناة الريان الفضائية، المتابعة لأحداث هذا السباق. نتابع البداية والصدارة، مقدمة الشوط بتار على الصدارة، هادف بن محمد بن زيد بن انديلة المري يتقدم على مستوى المركز الأول، بينما يليه على المركز الثاني مصدع لخالد بن سالم بن فهد بن سالم الهاجري يتقدم على مستوى المركز الثاني وبدأ يغير إلى مقدمة الشوط. النقلة إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث طماع لسعيد بن غانم بن سيف آل بوسعيد الخيارين، يطمع هنا في ناموس هذا الشوط بتحدياته وبهذه المشاركة الممتازة على ميدان الشحانية في هذا الصباح. بينما النقلة إلى المركز الرابع، وفي رابع المراكز وصول من زيزوم على المركز الرابع مسعود بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور منطلق بالمركز الرابع، وفي المركز الخامس ياتي جلمود لسعيد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية يتواجد على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الناموس بناموسين في هذا الشوط، ناموس الانتصار وهنا الانتاج. ما شاء الله على هذه التحديات الصباحية الجميلة مع سن اللقاية، هذه الخمسة كيلومترات المحددة لمسار هذا التحدي الصباحي الجميل. نعود إلى مقدمة الشوط، إلى البداية والصدارة، مصدع على مقدمة الشوط خالد بن سالم بن فاهد الهاجري، لا زال يهاجر إلى ناموس هذا الشوط بتقدم مصدع في هذا الأداء الممتاز وبتحدياته الرائعة على مقدمة هذا الشوط. نقلتنا إلى المركز الثاني لنتابع ثاني المراكز هنا مع هذا الاندفاع الجميل اللي يصل في هذه اللحظات. بدأ يسير نحو مركز الصدارة، سلهود بدأ يتقدم لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، قادم مع سلهود على المركز الثاني. النقلة إلى ثالث المراكز بتحديات زيزوم ومسعود بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، من يقدم زيزوم على المركز الثالث. بينما في رابع المراكز مشاهدين الأعزاء بتار لهادف بن محمد بن زيد بن انديلة المري يتواجد على المركز الرابع، وفي المركز الخامس الوصول يأتي في هذه اللحظات من مشوش محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين، قادم مع مشوش، ولكن الله وصلنا اسم جديد وصل مهذب في هذه اللحظات، فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة قادم هنا بشعار بن نايفة بتحدياته مع مهذب. هذه الأسماء المنطلقة مع الخمس المراكز المتقدمة وخلفها شعارات حاضرة ومشاركة في هذا الشوط بهدف الفوز والانتصار. ما شاء الله على هذه الأشواط الجميلة، نقترب من لوحة الكيلو ونصف الكيلو في هذا التحدي الصباحي الجميل. سلهود اللي غير الأمور لصالحه، مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني يتقدم مع سلهود في هذه اللحظات بهذا الشعار الجميل وبهذا الشكل المميز اللي يتقدم على مستوى المركز الأول. بينما في المركز الثاني يأتي الوصول الآخر من نسناس، الله يغير هنا بنعومة النسناس، بدأ يتقدم مشاهدين الأعزاء عبد الله بن سعيد بن تركي آل بحيح المري يتقدم مع نسناس على مقدمة الشوط في هذه اللحظة. المركز الثاني وصل اسم جديد في هذه اللحظات، وصل جوبا يصل في هذه اللحظات، سعيد بن حمد الجربوع المري، ولكن أتابع أيضا شعار النعيمي قادم في هذه اللحظات مع غزوان اللي خاتم بن علي بن عزان. النعيمي يتقدم على المركز الثالث في هذه اللحظة ويغير إلى ثاني المراكز، بدأ يغزو الصدارة. بينما في المركز الرابع يصل في هذه اللحظات أيضا
وصل مبلش حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، وتقدم ايضا من وذنان عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي. يا سلام احلوت المنافسه والتهى بالشوط مع الامتار النهائيه، لكن البدايه الله يا جوبا 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 غير غير مع الصدارة مع المقدمة سعيد بن حمد بن سعيد الجربوعي. المري يتقدم هنا بتحدياته مع جوبا على مقدمة الشوط، بدأ يباعد مشاهدين الأعزاء عن بقية الأسماء. الله 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 الله، إذا جوبا 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 ينطلق إلى الناموس، ينطلق إلى الانتصار بتحديات الأمتار النهائية. النعيمي يحاول هنا بتحدياته مع غزوان وفي المركز الثالث نسناس، ولكن جوبا أعلن المغادرة نحو الناموس. هذه لحظات الوصول، جوبا سلام جوبا سلام، جوبا جوبا يصل هنا بتحدياته الرائعة والمميزة. سلام 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 الجربوعي، سلام سعيد بن حمد بن سعيد الجربوعي المري اللي قدم جوبا في هذا الشوط بتحديات رائعة ومميزة. بينما المركز الثاني وصل غزوان مع ثاني المراكز المملوك لخادم بن علي بن عزان آل عزان النعيمي، وفي المركز الثالث وصول من مبلش حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، وفي المركز الرابع وصل مصيحان لمحمد بن سلطان بن سويدان المالكي. والمركز الخامس من نصيب بن سناس لعبد الله بن سعيد بن تركي آل بحيح المري. هذه النتيجة مشاهدين الكرام للخمس المراكز. عودة إلى التوقيت الزمني، لحظة وصول جوبا إلى خط النهاية، ملخص الشوط بالإعادة. نتابع هذا القدوم الممتاز من جوبا هنا، لحظة فوزه وانتصاره مع خاتمة أشواطنا الصباحية هنا، محقق الانتصار بتوقيت مقداره من الخمسة كيلومتر قطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 47 ثانية 56 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن حمد بن سعيد الجربوعي المري على فوز جوبا بالمركز الأول وتحقيق ناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصل غزوان، توقيته الزمني هو 7 دقائق 49 ثانية 10 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لخاتم بن علي بن عزان آل عزان النعيمي. بينما في المركز الثالث كان الوصول مشاهدين الكرام من مبلش وتوقيته 7 دقائق 50 ثانية 36 جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي اللي قدم مبلش على المركز الثالث. هكذا مشاهدينا الأعزاء تابعينا في كل مكان، وصفنا لحضراتكم.